قبل قليل أجرينا لقاء مع فخامة الرئيس عبد المجيد تربون والوفدين التركي والجزائري قدمنا لفخامته الشكر لاستضافتنا كضيف شرف في المعرض الجزائري الدولي وأيضاً لاستضافتنا هنا كما أوصلنا لفخامة الرئيس تحيات الرئيس التركي وتحيات الشعب التركي القلبية ستواصل تركيا والجزائر الدولتين الشقيقتين بتطوير علاقاتهما على كافه المجالات وصل حجم التبادل التجاري الى 6.3 مليار دولار حاليا ونقترب من الهدف الذي حدده الرئيسان والذي يصل الى 10 مليار دولار يوما بعد يوم لقد وصلت الاستثمارات التركيه في الجزائر الى حجم ستة مليارات دولار ونقدم العماله ل 30 الف اخ جزائري من قبل شركاتنا نؤمن بان تزيد هذه الاستثمارات في الايام القادمه الشركات التركيه قامت بتحقيق العديد من المشاريع في مجال المقاولات تصل الى 21 مليار دولار ونؤمن بأنهم سيواصلون العمل وتقديم الدعم في مشاريع مستقبلية نشارك بوفد قوي في معرض الجزائر الدولي الذي سيتم افتتاحه اليوم نشارك بثمانين شركة من الشركات التركية والشركات العاملة في الجزائر بوفدنا التركي نؤمن بأن مشاركة هذه الشركات ستزيد من التعاون والتقدم ما بيننا كما استطعنا تبادل المواضيع الإقليمية والدولية مع فخامة الرئيس تبون، وأكدنا بأن للجزائر دور هام في تطوير العلاقات مع القارة الإفريقية بالنسبة لتركيا. وقمنا بالتاكيد على انه يمكن العمل ما بين تركيا والجزائر مع الدول الثالثه ايضا. واكدنا ايضا على التعاون والتضامن ما بين تركيا والجزائر في دعم الحركه ضد ما يجري في غزه ضد الشعب الفلسطيني هناك. سنقف إلى جانب الإخوة الفلسطينيين على كافة المنابر مشاركة مع الجزائر أكرر شكري للسيد فخامة الرئيس والوفد المرافق له لما قدموه من حسن ضيافة لنا منذ أن وطأت أقدامنا على أرض الجزائر نحن هنا بمشاركة وزيرة العائلة السيدة ماهنور والسيد وزير التجارة السيد عمر السيدة ماهينو كانت سفيرة تركيا لدى الجزائر لذلك أقدم لها الشكر مجدداً لما قدمته من جهود لتعزيز العلاقات بين البلدين سنواصل تطوير علاقاتنا على كافة المنابر سنعمل على تعميق علاقاتنا على كافة المجالات من المجالات الثقافية حتى المجالات البيروقراطية ومن المجالات السياسية حتى الدفاعية منها وبهذه المناسبة أقدم تحياتي القلبية واحترامي للشعب الجزائري. أود أن أؤكد بأننا نشعر هنا وكأننا في منزلنا الثاني، في بيتنا الثاني. وبهذه المناسبة أود أن أقدم تحياتي وتهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي مر قبل أيام. أقدم تحياتي واحترامي وأتمنى أن يتم تعزيز العلاقات ما بين البلدين في المستقبل. Hepsine buradan saygılarımızı sunuyoruz. Şükran